وللحديث عن استمرار التظاهرات في العراق والرفض الشعبي لعدم محاسبة قتلة المتظاهرين في البلاد، معنا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات حسن هادي. أهلا بك معنا سيد حسن. حياكم الله أستاذ، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد حسن. بداية، ما هي الرمزية للاعتصام الذي قام به متظاهرو ساحة الحبوب اليوم تضامنا مع عائلة الشهيد إيهاب الوزني أمام محكمة ذقار؟ حقيقة أستاذ العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العلي العظيم. أستاذ العزيز، احنا بالنسبة لنا في محافظة ذقار لم تهدأ مظاهراتنا يوما واحدا أبدا، مظاهراتنا كانت تخبو يوما ولكنها يعاد رونقها من جديد وتعود بزخمها أكبر وأوسع وأكثر، فلا يظن يوما أن المظاهرات ستنتهي ولا يظن أن تشرين قد انتهت. هذه بأحلامهم، هذه أضغاث أحلام الفاسدين وأحزابهم، إن مظاهرات ساحة الحبوبي ومظاهرات محافظة ذقار بصورة عامة ما زالت مستمرة ولن تنتهي حتى النصر أو الشهادة إن شاء الله أو تحقيق مطالب هذه الثورة التي خرجت من أجلها. نحن لدينا أكثر من وزني، لدينا 800 إيهاب الوزني، لماذا لحد هذه اللحظة لا نرى أي من المجرمين قد تمت محاسبته بقضية قتل المتظاهرين؟ لماذا هذا التسويف؟ لماذا هذه المماطلة؟ هل هي دماؤنا رخيصة إلى هذا الحد؟ هل نحن لم هل هو جريمتنا أو ذنبنا إننا خلقنا بالعراق أو إننا عراقيين؟ عليهم أن يكشفوا لنا، فقد بلغ السيل الزبا. عليهم أن يكشفوا لنا وأن يحاسبوا، وأنهم يعلمون من قتل المتظاهرين، وحق العلم يعلمون. كونهم قد اعتدى على أحد المذيعات في إحدى القنوات، أحد المتصلين اعتدى عليها لفظيا لمدة 3 أيام، تم الكشف عنه وإلقاء القبض عليه، ولكن عندما يقتل متظاهر سلمي يطالب بحقوق عامة ومشروعة من أجل وطن ومن أجل استقلالية ومن أجل شعب حر ومن أجل حياة كريمة ومن أجل أن تكون المصادر والثروات لأجل هذا الشعب، يجابه بالرصاص وبالقتل وبالتنكيل وبالشيطنة. لماذا لحد هذه اللحظة بينما نعرج على الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة موقفها جدا سلبي في العراق. قبل الأمم المتحدة سيد حسن، نعم، بصفتك ناشط في هذه التظاهرات، يعني برأيك وبرأي الكثير من الناشطين، ما هو السبب الذي يمنع الحكومة من محاسبة هؤلاء القتلة الذين يعني باتوا معروفين كما ذكرت للحكومة وللمتظاهرين جميعا؟ ما الذي يمنعها؟ ما الذي يجبرها على التقاعس في ملاحقتهم؟ تمنيت هذا السؤال يطرح على الحكومة العراقية هي شخصيا، على المسؤولين الكبار، على رؤساء الكتل، على أعضاء البرلمان، على الوزراء، على رئيس الوزراء. لماذا لحد هذه اللحظة لم يتم محاسبة أي من قتلة المتظاهرين، بينما التشرينيون ملاحقون ومطاردون وعليهم ملفات أمنية وعليهم ملفات في كل مكان وعليهم مراقبة منذ يوم خرجوا؟ لحد هذه اللحظة خرجنا سلميين رافعين العلم الوطني لا غير، ولكن لحد هذه اللحظة نسألهم ونسائلهم وقد بحت أصواتنا من المناشدة ومن الوقفات الاحتجاجية ومن السلمية، يريدون منا السلمية وكل يوم يجابهوننا بالرصاص والقتل والاختطاف وما شابه ذلك، وكل يوم يجيشون الجيوش الإلكترونية لتشويه سمعة هذا الشعب ولتشويه سمعة هذه الثورة وشيطنتها. إلى متى هذا السكوت يا شعبنا؟ يا شعب العراق، أنتم شعب مقدام، شعب ثار، شعب لا يرضى البيم أباط بيم. لماذا هذا السكوت عن هذا الظلم وعن هذه الدماء؟ ستحاسبون عليها يوم القيامة ويسألكم عليها الله عز وجل. إنكم سكتتم عن هذا الظلم كما سكتتم عن ظلم البعث، واعلموا أيها المجرمون، أيها الأحزاب الفاسدة، ستسحلون بالشوارع كما سحل البعثيون إن شاء الله. سيد حسن، رشق سيارة النائب في البرلمان عن ميليشيا العصايب عبد الأمير تعبان في محافظة ذيقار، إلى أي مدى يعكس غضب الشارع من الميليشيات والأحزاب السياسية؟ هو بالبداية أستاذ هيك أصلا جميع النواب لم يقدموا إلى هذا الشعب، وبالأخص 19 نائب من محافظة ذيقار لم نرى منهم أي إنجاز، فقط المحافظة فيها وتقسيم الكعكة من ناحية الأموال التي رصدت للمحافظة. ولحد هذه اللحظة
الثروات تقاسم وهناك غنائم يتم التصارع عليها من قبل النواب فيما بينهم، وكذلك في تنصيب مسؤولين في المحافظة في هذا المكان وفي ذاك، فكل نائب يريد أن يبرز عضلاته وكل نائب أن يثبت وجوده من خلال تدخله في عمل المحافظة وتدخله في شؤون المحافظة، وآل إليه ما آل الوقت في محافظة ذيقان من ظلم وحرمان وتقصير واضح وقلة خدمات وبنايات متهالكة وشعب يرزح تحت وطأة الظلم والفساد والجوع. إلى متى؟ إلى متى يا نواب محافظة ذيقان؟ نعم سيد حسن، إلى يعني لو زرعوا خيرا لوجدوا أمامهم شعبا يصفق لهم ويهلل لهم ويعدهم بإعادة انتخاباتهم، ولكنهم كلهم ظلموا الشعب الأحلي، وبالأخص أحدثك عن شعب الذيقاري، فإنه عندما تأتي إلى ذيقار لا ترى إنجازات، لا ترى أي شيء، ترى بنايات متهالكة، ترى تصارع بين الأحزاب، ترى كل شيء ما يخص نعم. الفساد. طيب سيد حسن، كان هناك وعود من قبل الناشطين بالتصعيد في التظاهرات في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، ما نوع هذا التصعيد؟ ما شكل هذا التصعيد القادم إذا طبعا في حال لم يتم تلبية المطالب؟ نحن دعونا غدا إلى وقفة أمام محكمة ذيقار بمشاركة عوائل الشهداء إن شاء الله لمساندة أم الشهيد إيهاب الوزني رحمه الله، والوقوف معها كي تعرف من هم قتلوا ابنها، كي تحاسب قتلة ابنها، وهذا أمر شبه مستحيل لأنهم يعرفون ذلك، ولكنهم لماذا يصمتون؟ لماذا يسكتون عن هذا الظلم؟ لماذا يسوفون؟ لماذا يماطلون؟ لا أعلم. أين الأمم المتحدة؟ أين مجلس الأمن الدولي عفوا؟ نعم، إذن الناشط في التظاهرات حسن هادي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الناصرية، شكرا جزيلا لك.